مساء الخير عليكي احمد، مساء الخير على حضراتكم. ويمكن بتفق معاكي احمد فعلا انه في حاله كده من التفاؤل بعد الاعلان عن موسيماني كمدير فني للنادي الاهلي، وكمان بعد المؤتمر الصحفي للحقيقه وانا بتابع الفيدباك بتاع جماهير الاهلي، لا الناس مطمنه، في اعجاب كبير بكلام الراجل الحقيقه في المؤتمر الصحفي. ويمكن انت كنت في المؤتمر الصحفي احمد واتكلم على قد ايه ان هدفه الاساسي الفتره اللي جايه هو طبعا دوري ابطال افريقيا، وان باقي مباريات الدوري هتكون اعداد كويس قوي لدوري ابطال افريقيا، واتكلم على انه قد ايه محتاج طبعا دعم اللعيبه الكبار او هيعتمد على اللعيبه الكبار بشكل اساسي علشان يقدر يدخل اكتر في مود بقى النادي الاهلي، واتكلم الحقيقه على شخصيه النادي الاهلي وقد ايه هو عارف النادي الاهلي مش بيقبل غير بالفوز، ودي حاجه طبعا كلام يعني طمن جماهير النادي الاهلي. يمكن كمان الحقيقه يعني احمد انه طلع بيان من رئاسه في جنوب افريقيا النهارده وبيتكلموا بيهنوا الحقيقه موسيماني على الخطوه الكبيره دي، وبالنسبه لهم الحقيقه في جنوب افريقيا في فرحه كبيره قوي ان موسيماني جاي يدرب النادي الاهلي وهو النادي الرائد في افريقيا واكبر نادي في افريقيا، وقالوا الحقيقه انه نجاح النادي الاهلي، ودي كلمه مهمه قوي، نجاح كبير قوي لافريقيا كلها، وكلنا الحقيقه مبسوطين ده واحد زي ده. واحد من اهم المكاسب، دايما بنقول انه الرياضه عندها قدره انها تربط بين الشعوب، وبنقول على كتير من البطولات اللي حققها النادي الاهلي في افريقيا وكتير من نجوم النادي الاهلي اللي ليهم شعبيه كبيره في افريقيا ساهموا بشكل او باخر في ان هم يربطوا الشعوب دي بمصر، وده جزء مهم وحيوي جدا واساسي جدا من الرياضه. بفتكر انه من سنه فاتت كانت مصر في الاتحاد الافريقي، رئيس الاتحاد الافريقي، وكان الرئيس السيسي كان بيطرح انه مشكلات يعني او طالب انه يكون حلول افريقيه لمشاكل افريقيا، وانا بيتهيألي انه ده نفس التوجه، يعني اعتقد انه التعاقد مع موسيماني في اطار طبعا ده المدير الفني الاجنبي رقم 28 والاول اللي يعني بيمسك الاداره الفنيه النادي الاهلي بيكون افريقي. على كل الاحوال هنتكلم كتير عن موسيماني، ويمكن احنا النهارده بننفرد كمان بملامح او برؤيه موسيماني لازاي يتعامل مع الاهلي في الفتره الجايه، خصوصا على المدى القصير الاسبوعين اللي يهمونا جدا واللي بيسبقوا ماتش الوداد البيضاوي في قبل نهائي افريقيا.